ضجة كبيرة أثيرت في الجزائر بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات المحسوبة على الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذين أودعوا السجن بعد سقوط نظامه بتهم الفساد. آخر الانتقادات طالت إطلاق سراح وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، رغم أن هيئات الدفاع ترى أن الأمر قانوني وفقا للمواد التي يتضمنها قانونا الإجراءات الجزائية والسجون. دار طعن أمام محكمة العليا، والطعن نتاعو مازال في الدراسة، ممكن له يرجع أمام القضاة تاع الاستئناف ويطلب الإفراج تاعو، وممكن القضاة تاع الاستئناف يفرجوا عليه إلى ثبت لهم باللي متوفرة فيه كل الضمانات والإفراج تاعو ما يشكل أي خطر كان للنظام العام. هذه هي المبدأ. كاين وزير أخيرا اللي استفدت من هذا الإجراء هذا. يربط متابعون استفادة بعض رموز النظام السابق من الإفراج المشروط في وقت لا تزال قضاياهم في المحاكم إلى رغبة السلطات في تسريع محاكمة هؤلاء بالتزامن مع إطلاق مبادرة لم الشمل. ممثلي رموز النظام السابق ربما تستفيد منهم الدولة في عدة قضايا وفي عدة كذلك استرجاع المال العام إلى غير ذلك، وبالتالي أظن أنه لم الشمل سوف يكون بمثابة إن صح القول بمثابة أنه يعطي فرصة ثانية لبعض رموز النظام السابق لكي ربما يتوبوا إلى ويشتغلوا على أنه الجزائر هي دولة تضم الجميع وتضم الكل في إطار مبادرة لم الشمل. قبل أشهر قليلة أخلي سبيل وزراء ومسؤولين سابقين منهم وزير العمل السابق ووزير النقل السابق وآخرين. قانونا إطلاق سراح هؤلاء يعود حسب خبراء إلى استنفاد عقوبة الحبس والإفراج المشروط نتيجة الأمراض المستعصية المزمنة أو الإفراج المؤقت، إذ يمكن لبعض هؤلاء العودة في أي لحظة إلى السجن في حال تأييد الأحكام الصادرة ضدهم. ناد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.